بلاوي يا دكتور دي اوكي. شنو وقع هنا دوك شوف؟ اللي وقع هنا كانت جريمة تقاتش ديال الفتاة اللي عمرها فيها 20 سنة. واش لقيتو شي دلائل اللي نقدروا نوصلوا بها لسبب الموت ديالها؟ ملاحظة اللي لاحظنا أن كان شي جار ما بين الضحية والقاتل وسبب الموت ديالها ضربوا على مستوى الرأس. تفضل تفضل تشوف معايا الضحية. ها بطاقة التعريف ديالها. مريم المسعودي. المهم ها العنوان ديالها هنا. حاولوا توصلوا لعائلتها وبلغوهم بهذا الشيء اللي وقع. واخا سي سمعوني مزيان، هذه المنطقة ما بغيت حتى شي واحد يقرب منها. غتحاصروا لي المنطقة هنا وغتقلبوها جزء بجزء. ضروري غيخلي القاتل المراشي ديالي. واخا سي صافي دكتور، الضحية غديها للتشريح وتوجد لي التقرير في أقرب وقت باش نعرفوا السبب الحقيقي للموت ديالها. اوكي ان شاء الله. من بعد ما لقينا حجره في مكان الجريمه فيها الدم، خذينا واحد العينه من ذاك الدم دينا المختبر، درنا ليه تحاليل وتبين لينا باللي التحاليل بينت لينا باللي ذاك الدم كيطابق مع الدم ديال الضحيه. دونك كاين جوج احتمالات، يا اما شي واحد رمى على راسه بشي حجره او لا طاحت على شي حجره. ما كنظنش بلي الاحتمال الاول اللي كان صحيح، حيت الضحيه ما دقاش الراس ديالها. أمام الرأس الثاني في الخلف. تحليل منطقي بقى لنا احتمال واحد، هو أن الضحية كانوا مستهدفين يقتلوها. إذا غادي تمشيو تحققوا ليا مع كاع الناس اللي كانوا على تواصل مع الضحية في هذه الأيام الأخيرة. واخا شي يكون هذا. واخا نكلفوا تفضلوا دابا. حمزة هرب هرب الله يعزم عمرك، هرب أصاحبي. تلقى صاحبي تلقى 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 هو غيجي عندك تلقى صاحبي تلقى كنحفظ سلام بابا اهلا تلقى تلقى صاحبي ايوا انت ما عندك السلام في بلادكم اسمح لي يا خويا ما رديتش الكلبات وانت اصلا ديك اللعبه حمقات ما بقيتي تحفظ ما والو واخويا انا نوض دابا شويه ونوض غنقص شويه بعدا خلي الدريه تحفظ واخا خويا انا نقص دابا ايوا كيف غادي مع الدراسه ديالك انا بابا السيمانه الجايه كامله نمشي حاجه عندك مزيان ايوا قرايب تولي لنا ان شاء الله شي دكتوره لا سيدي بنتي بغيتها تكون مهندسه ان شاء الله اودي بحال بحال المهم واش قرا وتوصل داكشي بابا داكشي اللي كاين ايوا شتك تعطلتي اليوم اودي غير الخدمه راكي عارف هاد الخدمه عندكم كاع ما كتسالي واليوم عاد لقينا واحد الجثة ديال واحد البنت هنايا غير في هاد الغابة اللي حدانا فين هاد الغابة اللي حدانا؟ وييه وبالصدفة لقيناها كتقرا في نفس لافاك اللي كيقرا فيها خويا سفيان كيفاش؟ نفس لافاك اللي كنقرا فيها؟ اه راه تقدر شكون كتعرفها الاسم ديالها واقيلا مريم المسعودي ها؟ لا لا ما كنعرفهاش اسمح لي غادي نمشي نحفظ مالا دابا هاد السرعة؟ انت اصلا عارف خوك عنده حساسية من هاد المواضيع يلا يلا بنتي جمعي كتوباتك باش ندير البوتيك جمعي يا بنتي جمعي كشكر تفضل شرف اتقال الضحية مقدرش توصل لوالديها شوف للاسف والديها لم يجي مقدرش تجيبو شي واحد من عائلتها لقينا العم ديالها وقت صنع برا واخا دخلوا عندي فهمت بابا تفضل
تفضل اسي. اسم مصطفى ياك؟ اي يا شيخ مصطفى المسعود. والبركه في راسكم اسيدي مجيد المرحوم. الله يمشي معاك بس. اسي مصطفى كيفاش كانت العلاقه ديالك بالمرحوم؟ العلاقه الشيخ يعني كانت العلاقه وطيده ما بيناتنا حتى شي حاجه الحمد لله. هادشي اللي كاين الشيخ يعني اللي ماتوا والدي ما عاد سمعت على الاخبار حتى شي حاجه. كانت تجي عندنا في الايام اللي كان الوالد الحياه كانت تجي عندنا وتنمشيو عندهم. تقطع الاتصال بيناتنا ما بقيتش نشوف انا تقريبا اللي مات والدي يعني عام ونص. كيفاش مات والدي؟ والدي مات واحد اكسيدون. كاين بيناتكم لا خلافات لا والو؟ لا الشيخ ما بيناتنا حتى شي خلافات. وشنو السبب اللي خلاكم تقطعوا هاد العلاقه؟ الشيخ ماشي حنا اللي قطعنا العلاقه يعني اللي مات والدي ما بقاتش تجي لعندنا ما تتصل بينا ما حتى شي حاجه. هي قلبنا عليها يعني سولنا العائله اللي تحليها بغينا غير تجي تطيح معنا ساعات واخا يمكن لك تمشي دابا السي مصطفى ولكن خلي التليفون ديالك شاعل وما تغادرش المدينة اي وقت نقدروا نحتاجو. الله يجازيك بخير نتمنى ان شاء الله تلقاو قتيل ان شاء الله في اقرب وقت. اكيد السي مصطفى القاتل غادي نوصلوا ليه ان شاء الله في اقرب وقت. الله يجازيكم بخير الشيخ. وفين الشيخ ديالك؟ اهلا راك خدام. ايوا انت كتشوف ضروري تفضل. شاف هاد كارت ميموار لقيناها في الصاك ديال الداخل. واخا نقول تشوف خويا اش من ضحية هادي؟ ضحية اللي كنا بقينا في الغابة راك تعاودت ليكم عليها. كيفاش الغابة؟ الغابة مالك؟ لا 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 والو خويا لا والو لا لا غير لقاو شي ديالي في هاد كارت ميموار. أهلا سي جمال كيداير بخير؟ احنا خدامين في الميناء. هلا ان شاء الله ان شاء
تفضل. شوف بينت لي كانوا مفقودين في هذا القطر الموال الطريق ديالنا ونرجعو. واخا قلت تفضل. درهم دابا ولا الفيديو غادي يوصل لخوك. واش سمعتيني؟ اش هاد الهضره؟ اش تقول؟ واش هذا هو الحب اللي بيناتنا؟ اش من حب؟ انا اصلا ما كنبغيكش. صافي جاي. مريم مريم يا ري شنو درتي؟ مريم شنو هادشي؟ واش انا عمري خسرت لك في شي حاجه؟ ضيعتي مستقبل وضيعتي امل، كيفاش غنحلوا هاد المشكل؟ شوف واحد السيد على برا كيتسنافك بغا يشوفك ضروري. ما مساليش دابا، قولي من بعد. راه قال لنا بلي عندو شي معلومات على الجريمة. واخا دخل. واخا شوف خرج تسناني برا شي سيد. واخا ابراهيم يا سيد زيد شوف. جلس. عاودي شنو هي المعلومات تاعنا؟ سيدي ذاك النهار. واه واه اخويا ديو عليا البيرة وبغيت الليلة الرزقي الحوما دير القيرة اخويا غير اصبر اصبر قلبي بقاش عندي شراب وبغى يمشي نجيب شراب وما عنديش فلوس يجيب اي هاك خاصني فلوس هاك واحد ضاحية واحد ضاحية اجي يس اوسا 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 We'll be right back.
انت كتفلى علينا فين هو؟ راه فين جلس الشاف في داك الكون هو هذاك؟ اه دو هذا الطنوبيل وانتوما يجيو معاه صافي واخاش خطأ كهذا فالفقر والفوارق الاجتماعية والقمع والظلم وغيرها من العوامل أسباب واضحة إلى أننا نحاول إتلاف الحقيقة بمعاقبة القاتل أشد عقاب وننسى البحث عن حل للحد من هذه الفاجعة لذلك من واجب القانون قبل معاقبة المجرم البحث عن الأسباب التي دفعته لارتكاب مثل هذه الأفعال ومحاولة إيجاد حلول للحد من انتشار الجريمة